إذا بالنسبة لك كلمة واحدة، بالنسبة لك المسؤول الأول والأخير عن هذا الإخفاق هو المدرب عزيز العامري. المدرب واللاعب طبعًا. لا لأن المدرب هو المسؤول عن الخطة. لا وعلى الخطة اللعب. وعلى طريقة اللاعب. نعم. علاش؟ لأن أربع سنين هو كيلعب أن سيستيم. نعم. ماشي غادي يجي حتى كأس العالم ويقلب بزاف على ثقة، قال له واش كتعرف العلم؟ قال له لا كنعرف نزيد فيه. هذه اللي أحمد غايبين. لا بصح وحشومة، دابا أربع سنين وحنا كنعملوا بأن سيستيم. صحيح. أنا ما هضرتش بالعيب في عزيز لا حاشا ابدا، وعشنا معاه فتره ذهبيه ودينا، ولكن ما يمكنش تحضرتي بواحد الطريقه بانس المرابط وبوشتا، وحضرتي بلي زاتاكو ديالنا وهذا وزيد كروش ديما موراليز زاتاكو، هادشي اللي كنعرفوا على عزيز العامري ياك بحالي بحالكم، هادشي الواقع. ولكن ملي تجي انت مع الوداد ومع الكوكب وتقلب الماتش ومع قنيطره وخسرتي فيهم كلهم وباقي متعند، واخا خسرتي فاس ولا وطير معزه، اذا ما فهمتش انا. اذا كان الانسان يكون وطني شويه ويكون يقدر المسؤوليه اللي عليه ويمشي حتى هو غيستافد، لان لا كارير ديالو غتكبر، لانه ماشي سهله هذا كاس العالم وغتاهل في المتناول ديالنا. لا هما مايمكنش نقولوا انه يعني دار هادشي يعني لا ابدا، هو انسان كيغلط، يعني انسان كيغلط واحد الاختيارات بشريه، ولكن نعم ولكن سي الحاج كاين واحد المجموعه ديال ما تدخلش معك في امور تقنيه، ولكن انا قلت لك انا اللي قال الصحابي ذاك النهار انا كنحيي من هذا المنبر، علاش؟ لانه جوج الاخطاء ديالنا كانوا غيسجلوا علينا. نعم. اوكلان سيتي من غير داك الشيء. نعم. ما عملوا لا هما لا حنا، حنا جوج محاولات، واحده ديال ياجور واحده ديال كروش، هادشي اللي عطى الله، وهذه هي تيطوال. نعم. كتوصل 8 10 المرات فين هي تيطوال سيد الحاج؟ انا دابا كنهضر. نعم. كنهضر معاك، اسمح لي. نعم. انا اللي مجروح خليني نعيش شويه غير عندي غير سؤال صغير، حيت داك الشيء اللي غتقول لي هضمو انا غير ما كنهضرش فيه. جوج الاخطاء، واحده دارها عبد الغني لانه ماشي اريال غوش فري غوشي، وحده ديال الخلاطي، هادشي اللي عطى الله في الماتش، كانوا غيسجلوهم علينا بجوج، حنا وحده ديال ياجور في 17 دقيقة صنع لك فرصة، زيد كروش كذلك وحده غير هو والباب، ما عرفش حاب له اورجو، ما عرف كبرت عليه، الكرة هي هادي، أنا ما كنعيبش على هادشي، ولكن كنقول أنا مدرب، أنا كوتش، ديت جوج ديال البطولات مع ديك الشباب، وبطريقة وبسيستيم، ما عندكش الحق أسيد قلب، آخر مرة استهزأ بالمغاربه وبالتطوانيين والجمهور التطواني، لماذا؟ لانه انت عندك ان سيستيم ديالك ديتي به جوج البطولات اللي حلمنا بها معك، استفدتي معنا ب 860 مليون ولا 900 مليون، حنا عمرنا ما دينا البطولات، ديناهم غير معك، وعلاش؟ حنا خصنا نقولوا لك تخرج من عندنا وتخرج كبير ونديروا لك تمثال ونقولوا فوالا عزيز العامري، وكا جيتي حتى هنا وخويتي بينا، خويتي براسك، اسمح لي هذا الواقع.